نظن فوز مستحق لصالح فريقي فريق الجيش، نظرا لسيطرتنا الكامنة تقريبا على كل ردهات المباراة ضد فريق كبير، فريق لاعب نهائي يعني السوبر الأفريقي، لاعب النهائي الموسم اللي فات مع كل تتويجات الأفريقية لنادي الوداد. نظن هذا يعني هذه المباراة وهذه النتيجة نعتبرها نتيجة عادلة نظرا لكمية الفرص اللي خلقناها في هذه المباراة حتى قبل تحصل نادي الوداد على ورقة حمراء، وضربة الجزاء التي تحصلنا عليها اعتبرها ضد مجرى اللعب، خصوصا لم نقارن عدد الفرص اللي صارت في الشوط الأول بيننا وبين الوداد، نقر بكل تواضع اللي الاستحقاق كان لصالح فريق الجيش. ليس هو رهان أو أي شيء، هو إحساس بالمسؤولية رغم بعض النواقص، رغم التشكيك، معليش رغم التشكيك، لكن احنا ما عملنا ولا شيء، يعني ما انتصرنا فقط على الوداد، وليس ليست نتيجة يعني سيربريز. هذا نادي فريق الجيش فريق كبير، ونادي الوداد انتصرنا عليه في عقر دارنا نتيجة اعتبرها ايجابية لكن عادية، نبنيوا عليها باش اللاعبين وكل مكونات الفريق ياخذوا ثقة في أنفسهم ونصلحوا أنفسنا، لأنه ما زالت عنا نواقص كبيرة، ونحطوا رجلينا على الأرض ونكملوا يعني نجتهدوا باش نفرحوا يعني جماهيرنا. أود أن أشكر خصوصا لاعبي فريق الجيش الملكي اللي صراحة طبقوا التعليمات تكتيكيا، وأنا يعني عجبوني يعني في التطبيق نتاعهم في سكون أبيل لا ريغور تكتيك، فهمتني، وكانوا أصحاب شخصية، لأنه مش سهل لما في الشوط الأول رغم خلق كل هذه الفرص تخرج منهزم، لو ما كانتش عندهم شخصية كبيرة ما كانوش يقدروا يرجعوا ضد فريق كبير مثل نادي الوداد، لأنه احنا باش نضروا يعني، وكنت مأمن اللي نقدر نرجعوا في النتيجة، ربما ردة الفعل الجماهير كانت غاضبة ربما على قرارات الحكم، لكن كان مازال تقريب شوط كامل، وهذا اللي ما قلته أنا الفريق اللي قلته للاعبين في بين الشوطين، حاولت جمهور لأنه لما يتنرف الجمهور ينعكس على اللاعبين وربما يزيدوا يتنرفزوا، لكن أشكرهم اللي تجاوبوا مع الطلب متاعنا يعني. كما بشي دينا المقابلة مزيان، جد ضربة جزاء اللي سجلها الفريق الخصم صراحة خلات واحد الارتباك شوية في الفريق، لكن الحمد لله ملي كتكون مستقبل هدف وكترجع في المباراة فهذا كيعني أن عندك فريق قوي وفريق اللي كيأمن بالحظوظ ديالو حتى لآخر دقيقة. كنشكر العادة كاملين على المقابلة اللي قدموها اليوم، ونشكر الجمهور شاو اللي ساندنا من الأول حتى الأخر، وإن شاء الله إن شاء الله نكملوا في المسار ديال الانتصارات. Et déjà on venait d'une défaite à Safi et tout, donc on avait à cœur de prendre les trois points à domicile et tout pour ne pas s'éloigner du podium et tout. Voilà, donc alhamdoulilah ça s'est bien passé, on a gagné et tout et on est très content. L'objectif il est clair, nous sommes les phares, tu vois, on est un grand club, donc déjà on est tenant du titre, donc on fait tout pour pouvoir protéger le titre et tout. Donc disons être champion cette année encore, Inch'Allah.